اللجنة العسكرية تبحث آلية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. انتخاب مجلس النواب بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البلاد. الرئيس التونسي يحث بود للإسراع في تشكيل حكومة لتخفيف الأزمة. مشاهدينا من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا وسهلا بكم كل الأنظار شاخصة إلى جنيف السويسرية حيث يتم رسم آلية دقيقة تجدول انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية واستنادا الى نجاح هذه الخطوه سيتم بناء مدامك اخرى لتدعيم هيكليه الدوله الجديده فاخراج المرتزقه سيسمح بتوحيد الجيش وتسهيل عمليه نزع السلاح وتعبيد الطريق اما التسريح واعاده الادماج واصلاح القطاع الامني في ليبيا مع ما يترتب على ذلك من اثر على استقرار البلاد والمنطقه كلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد خمسة التي تدفع في اتجاه خروج المرتزقة والقوات الاجنبية من البلاد تجتمع في جنيف لوضع خطة عمل لتنفيذ هذه العملية الشائكة. ينعقد يعني هذا الاجتماع الذي تيسره بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا لاتفاق وقف اطلاق النار المبرم في 23 من اكتوبر 2020 وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة. يأتي هذا الاجتماع ايضا في اطار جهود البعثه الامميه لاحراز تقدم في المسار الامني بالتوازي مع الجهود الدوليه المبذوله في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا. وفي كلمته الافتتاحيه اعرب رئيس بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا يانكوبيتش عن تقديره لكلا الوفدين والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد حيث توجه اليهم قائلا انه كالعاده مهمتكم اكبر من جوانبها العسكريه والامنيه. مهمتكم لها تاثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد وعلى استعاده البلاد سيادتها واستقرارها وامنها ووحدتها مردفا بالقول ان الموضوع معقد فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب بل وايضا مبعث انشغال لدول المنطقه وللمجتمع الدولي وتقف الامم المتحده وشركائها في العالم على اهبه الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بما في ذلك ارسال المراقبين الامميين المعنيين بوقف اطلاق النار والذين سيعملون تحت اشراف الليبيين وبناء على طلبهم لمراقبه عمليه الانسحاب والتحقق منها داعيا بان لا تدع الاطراف الليبيه مفسدي الامل يقوضون عملهم الهام البعثة أكدت على الملكية والقيادة الوطنية للمسارات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية كأدوات أساسية لدعم الليبيين في استعادة سيادتهم، كما أشادت بروح الوطنية والالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد 5 وحثتهم على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهي الخطوة التي سوف يسترشد بها أيضا الدعم المقدم من مع الدولي للجهود الليبيه نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح واعاده الادماج واصلاح القطاع الامني في ليبيا مع ما يترتب على ذلك من اثر على استقرار المنطقه بخصوص هذا الموضوع من المانيا ينضم الينا مدير شبكه الجيو استراتيجي للدراسات السيد ابراهيم كبان اهلا وسهلا بك. سيد ابراهيم اليوم الكل كان ينتظر يعني بيان يتحدث عن خطه او اليه للجنه العسكريه المشتركه خمسة زائد لاخراج المرتزقه او القوات الاجنبيه الموجوده في ليبيا، برايك لماذا كان البيان يقتصر فقط على حديث البعثه الامميه التي كانت حاضره لهذا الاجتماع؟ 지마. حياتي القلبيه لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمه بالتاكيد يعني احد المعضلات الاساسيه في ليبيا هو اخراج المجموعات المرتزقه م. التي اساسا هي تتسبب في خلق البلبله داخل الشارع الليبي لهذا اعتقد ان اخراج المجموعات المرتزقه التي تمولها تركيا وغير تركيا هي الاستراتيجيه الاساسيه لاعاده اللحمه بين الليبيين وتشكيل الحكومه الموحده بين اطراف ليبيا اعتقد أن اللجنه حتى هذه اللحظه يعني متاثره بالقرارات الخارجيه او على 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 الاقل بالدول التي كان تقف وراء المجموعات المرتزقه يعني لا نشاهد قبل ايام قليله كانت تركيا تسحب احدى الطائرات مجموعات المرتزقه من ليبيا هذا بدليل كافي ان لا زال هناك ان يعني ياتيان الى ليبيا من مجموعات مرتزقه من قبل تركيا وغير تركيا لهذا يعني انا اعتقد اللجنه لا زالت مرهونه بهذه التفاهمات الدوليه الاقليميه يعني هذه التفاهمات اذا لم تصل الى حدود التفاهم فيما بينهم من اجل ليبيا اعتقد ليس من السهل ان تكون اطراف ليبيا تتخذ قرارا حتميا باخراج المرتزقه لان يعني ارتباط المرتزقه بشكل مباشر في الحدث الليبي هو ارتباط المصالح بعض الدول التي لا زالت تجد في ليبيا لقمه صائغه لمصالحها الاستراتيجيه. طيب عندما تحدثت على تركيا وانسحاب هذه القوات التركيه من ليبيا، هذه المعلومه لم تؤكدها اللجنه المشتركه خمسه زائد خمسه وهي المعنيه بشكل او باخر او بشكل مباشر باخراج كافه المرتزقه والقوات الاجنبيه من البلاد لم تعلنها خلال تواجدها في جنيف او حتى قبل سفرها الى جنيف اليوم كلجنه عسكريه لم تعلن ما او لم تؤكد ما اعلنته وزيره الخارجيه نجلال منقوش هل بامكانها فعلا اخراج القوات الاجنبيه والمرتزقه من البلاد؟ أنا أعتقد الكرة في ملعب الحكومة يعني الليبية في طرابلس يعني هي التي تحتوي على بعض المجموعات المرتزقة لهذا أنا أعتقد المسألة مرتبطة في هذه الإشكالية هل دولة تركيا ستتخلى هي وقطر عن دعمها لهذه المجموعات المرتزقة داخل ليبيا هل ستتوقف عن دعم هذه المجموعات المشكلة تكمن في أن الدول الممولة لهذه المجموعات المرتزقة هي نفسها تعطل آلية التطور في أي تقارب ليبي حقيقي في أي طيب ولكن, ولكن هل يمكن أن نسمي الدول التي ذكرتها حضرتك بأن هي معرقلة للانتخابات وهي بالأصل لديها اتفاقية موجودة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في البلاد، يعني هي أعلنت سابقا كتركيا يعني هي الدولة التي يوجد لها مقاتلين أجانب في في البلاد بأنها كل المقاتلين الموجودين في داخل ليبيا لا يسموا بمرتزقة وإنما هم قدموا إلى ليبيا بناء على اتفاقية متفق عليها وبناء على اتفاقية تم التوقيع عليها من قبل الطرفين. يعني لا اعرف ما هي الاتفاقيه التي اتى بسوريين من الشمال السوري يعني في عمليات المرتزقه الى ليبيا يعني ما هي الاتفاقيات يعني يجب ان يكون الجيش التركي هناك او يعني المشتركين الاتراك هناك وليس المرتزقه من السوريين يعني هذه الاشكاليه تكمن ان المساله ليس هناك دقه في حديث التركي، تركيا تتحدث بشكل وهي تفعل بشكل اخر يعني لو كانت تركيا محقه في ذلك اذا لماذا اخذ الاف السوريين الى ليبيا؟ حتى هذه اللحظه هناك الاف السوريين داخل ليبيا، هذه الاشكاليه انا اعتقد هذه هي المعدله الاساسيه التي تقف دين اي حل بداخله، حتى اللجنه العسكريه نعم. ستكون عاجزه امام هذه التصرفات وهذه التطورات، اذا تركيا وقطر هذه دول المموله لبعض المجموعات المتزقية اذا لم تتراجع عن هذه الخطوات، انا اعتقد اللجنه او على الاقل طرف الحكومه القادمه من طرابلس طرف طرابلس لن يقدم اي اوراق او اي حلول لان هذه المساله يعني مرتبطه باجندات إذا الحكومه الليبيه هي المعنيه بشكل او باخر باخراج المرتزقه والقوات الاجنبيه والغاء الاتفاقيه الموقعه بين حكومه الوفاق الوطني السابقه مع تركيا، شكرا جزيلا لك مدير شبكه الجيو استراتيجي للدراسات السيد ابراهيم كمان مشاهدينا كما بات معلوما ان انتخابات مجلس النواب سيكون بعد 30 يوما من انتخاب رئيس البلاد وتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر لن يجمع الاستحقاقين معا. حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد هذا ما أكده المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق بعدما كان مقررا في الوقت السابق تنظيم الاستحقاقين في موعد واحد الرابع والعشرين من ديسمبر بليحق أكد أن تركيز مجلس النواب ينصب على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار مشددا على ان اجراء الانتخابات البرلمانيه عقب انتهاء رئيس للبلاد بثلاثين يوما جاء بناء على حرص مجلس النواب على اجراء انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك نظرا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضيه في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الليبيين واوضح ان المجلس صوت على مشروع قانون الانتخابات التشريعيه في اخر جلسه له فيما سيتم اعتماد القانون قريبا لافتا الى ان قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركه الاحزاب السياسيه في الانتخابات النيابيه المقبله وبامكان الاحزاب السياسيه المشاركه بالنظام الفردي وليس القوائم هنالك مقترح باقرار قانون لدعم الاسره الليبيه بمبلغ مالي وقدره خمسون ألف دينار ليبي دعماً للأسرة الليبية في ظل هذه الظروف التي. يعيشها المواطن وقال ان مجلس النواب صوت بالاغلبيه على التزام السلطه التشريعيه القادمه باعاده النظر في تقسيم الدوائر الانتخابيه وتوزيع المقاعد الانتخابيه، مشيرا الى ان المجلس صوت على احاله مقترح بضم انتخابات المجالس البلديه الى مفوضيه الانتخابات بدلا عن اللجنه المركزيه للانتخابات. مجلس النواب نشر اليوم القانون رقم اثنين لسنه 2021 بشان انتخاب مجلس النواب المقبل بعد ان صوت عليه في جلسته المنعقده في مدينه طبرق يوم الاثنين الماضي واضافت واضافت مادتين له خلال الجلسه المغلقه التي عقدها امس فما هي ابرز النقاط التي تضمنها القانون؟ أعلن البرلمان الليبي في خطوة مفاجئة تعديل مواعيد الانتخابات لتصبح الرئاسية أولاً على أن تليها البرلمانية نهاية يناير بدلاً من إجرائهما معاً آخر العام الجاري في هذا الصدد أصدر مجلس النواب إيجازا صحفيا لجلستي البرلمان، حيث أورد نقاط عدة منها: إن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة وإمكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم. ثانيا: التصويت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية. ثالثاً: التصويت بالاغلبية على إحالة مقترح دعم الاسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لعرضه على المجلس لإقراره، ثم التصويت بالاغلبية على إحالة تعديل القانون رقم 25 لسنة 2013 الخاص بأصحاب المحافظ الاستثمارية للجنة التشريعية. خامساً: التصويت بالاغلبيه على احاله مقترح توزيع ايرادات رسوم النقد الاجنبي 50% لدعم المواطن و 50% لتغطيه الدين العام للدوله. التصويت بالاغلبيه على احاله تعديل القانون رقم 8 لسنه 2013 الخاص بضم انتخاب المجالس البلديه للمفوضيه العليا للانتخابات للجنه التشريعيه لدراسته. سابعا التصويب بالأغلبية على رفض التعديلات المقترحة من المفاوضية العليا للانتخابات مع مراعاة الأخطاء المادية مخاطبه الحكومه بالتعجيل بمشروع القانون الموحد لمرتبات العاملين في الدوله لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العداله بين شرائح المجتمع كافه بمستوى الدخول لكل افراد الشعب الليبي. من جهه اخرى استنكرت رابطه الاحزاب الوطنيه التي تضم 17 حزبا استبعاد مجلس النواب للاحزاب السياسيه من خوض الانتخابات التشريعيه القادمه ودعت الرابطه مجلس النواب لمراجعه اقرار النظام الفردي في قانون الانتخابات التشريعيه من دون القوائم الحزبيه كذلك دعت الاحزاب الوطنيه المجتمع الدولي والبعثه الامميه الى اتخاذ موقف صريح وداعم للمسار الديمقراطي الزاماً بمبدا الديمقراطيه والتعدديه السياسيه المتعارف عليها في العالم اجمع التقى مساء اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي رئيس مجلس اداره المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات عماد السايح حيث اكد المجلس الرئاسي ضروره صياغه اطار قانوني ودستوري للعمليه الانتخابيه المقبله يتوافق عليه الجميع حتى يساهم في اقامه انتخابات حره وتقبل وتقبل بنتائجها كل الاطراف المشاركه في العمليه السياسيه وكان قد التقى المنفي ونائباه رئيس حكومه الوحده الوطنيه المؤقته عبد الحميد حيث استعرض اللقاء الاجراءات التي اتخذتها الحكومه وفي مقدمتها ملفات الشباب والمراه والمتقاعدين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين كما تم التاكيد على اهميه استمرار العمل بهدف استتباب الامن وحتي كل هذه الاجهزه على اداء الدور الموكل لها تخوف متبادل تشاطره وزيرة أو تشاطره وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، محذرا من تداعيات سلبية على إيطاليا في حال حدوث ذلك. هذا وأكد ديمايو لبلينكن في باريس أن ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا، حيث جدد تحذيره من أنه في حال فشل الانتخابات في ليبيا، فهناك خطر كبير من اندلاع أعمال عنف جديدة. من جهة أخرى أكد ديمايو لنظيره الأردني أيمن الصفدي التزام بلاده بأولويات دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وجدد الجانبان التأكيد على دعم جهود إنهاء الأزمة في ليبيا عبر حل سياسي يتوافق عليه الليبيون وفقا لخريطة الطريق المعتمدة وإنه لا بديل عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها أكدت الإمارات العربية المتحدة دعمها مبادرة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن استقرار ليبيا وكافة الجهود الساعية لتحقيق السلام في كافة مناطق البلاد. جاء ذلك أثناء لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزيرة الخارجية الليبية نجار منقوش. اللقاء جرى في قصر الوطن في ابو ظبي تناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها اضافه الى المستجدات الاقليميه والدوليه تاتي زياره المنقوش الى ابو ظبي ضمن جوله خليجيه بداتها مطلع الاسبوع الجاري شملت المملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت ومملكه البحرين في خضم الازمه بين الجزائر وفرنسا، يطرح موضوع اغلاق الاجواء الجزائريه امام الطيران الحربي الفرنسي، فهل تكون الاجواء الليبيه هي البديل؟ يطرح مسار تحليق الطائرات الفرنسيه العسكريه فوق الاراضي الليبيه في اتجاه دول الساحل الافريقي في اوساط السلطات الفرنسيه كبديل لاغلاق الجزائر مجالها الجوي امامها اثر توتر العلاقات مع باريس. وتحاشت وزاره الخارجيه الفرنسيه الرد بشكل مباشر على احتمال التحليق فوق ليبيا او تونس والمغرب في حال تمسك الجزائر بقرارها الاستمرار في اغلاق المجال الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي للوصول الى مالي والنيجر في اطار عمليات العسكريه لبرخان ومنذ 2013 تحلق الطائرات الفرنسية بانتظام فوق الأراضي الجزائرية للوصول إلى منطقة الساحل المجاورة لليبيا بغرض مساعدة دول المنطقة في محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة كجزء من عملية برخان ويطرح خيار التحليق فوق ليبيا او تونس في كواليس السياسه الفرنسيه مستطلعين تاثير القرار الجزائري على عمليات برخان خوفا من تسببه في ضرب الجهود المشتركه في تطويقه بالمنطقه بخاصه ان حظر التحليق جاء في وقت دقيق بالنسبه لهيئه الاركان العامه الفرنسيه التي تجري منذ اسابيع اعاده تنظيم لقواتها في منطقه الساحل والصحراء حيث تخطط لاخلاء القواعد العسكريه في اقصى شمال مالي فيما تعتزم خفض عديد قواتها في منطقه الساحل بحلول العام 2023 ومعلوم إن ارتباط الوضع في جنوب ليبيا بشكل وثيق مع التطورات في تشاد والنيجر ومالي، اذ ان الازمه الامنيه في مالي ما كانت لتظهر لو لم يساعد انفجار الوضع عام 2011 في طرد جماعات مسلحه مواليه للقذافي الى النيجر وشمال مالي وهناك استقرت وتحالفت مع حركه الطوارق الانفصاليه ازواد وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي زعمت المعارضه التشادية المسلحه ان مواقعها في جنوب ليبيا تعرضت للقصف من قبل طيران عمليه برخان ومقرها في نجامينا وتشارك فيها قوات من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركينا فاسو وفي هذا السياق اعتبرت هيئه الاركان العامه الفرنسيه انه سيتعين على الطائرات العسكريه الفرنسيه ان تعدل مخططات تحليقها مؤكدا ان ذلك لن يؤثر على العمليات او المهام الاستخباراتيه التي تقوم بها فرنسا في منطقه الساحل كما افادت مصادر فرنسيه عن رغبه الجزائر في تعليق تزويد القوات الفرنسيه بالوقود في شمال مالي كما ان الطلعات الفرنسيه الاستطلاعيه في منطقه الساحل التي عاده ما تنفذ ب بواسطة الطائرات المسيرة لن تتأثر بما أن هذه الطائرات تنطلق من يامي في النيجر ولا تحلق في أجواء الجزائر وحول قرار الجزائر بحظر التحليق فوق أراضيها للطائرات العسكرية الفرنسية قالت جريدة لوموند الفرنسية أنه يمكن أن يعيق إمداد القوات المنتشرة في منطقة الساحل والقرار يتعلق في المقام الأول بطائرات عملية برخان وخمسة آلاف جندي فرنسي منتشرين في منطقة الساحل سجلت ليبيا ستة أو 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيث تماثل للشفاء 1324 مصابا في حين توفي عشرة آخرون بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 343 ألف حالة و4720 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في العام الماضي مشاهدين نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها تقارب قطري إماراتي أهلا بكم من جديد الأزمة التونسية لا تزال مستمرة ومستعرة على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا وتشكيل الحكومة ليس وشيكا تونس التي تنتظر تشكيل الحكومة لتخرج من الأزمات المتتالية دعا رئيسها قيس سعيد المكلف بتشكيل الحكومة نجلاء بودن إلى التسريع في تشكيلها سعيد وخلال لقائه بودن في قصر قرطاج للاطلاع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة أكد على ضرورة التسريع في ذلك للعمل على تلبية تطلعات الشعب التونسي وإخراج البلاد من الوضع المتأزم الحالي سعيد كان قد كلف نجلة بودن رمضان في 28 من سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة وذلك في ظل أزمة سياسية وإجراءات استثنائية تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وتعليق فصول من الدستور وفي سياق متصل اقتحمت قوات الأمن التونسية مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا وعودوا لتنفيذ مقر قناة الزيتونة في العاصمة وقاموا بحجز معدات البث للقناة وبحسب الهايكا فإن قرار الحجز يأتي بعد عدد من التنبيهات بإيقاف البث لعدم حصول القناه على الترخيص القانوني ودعوتها لتسويه وضعها القانوني الى جانب تسجيل مخالفات ماليه ولكن من دون اي تجاوب من قبل القناه المذكوره وذكرت القناه على صفحتها على فيسبوك ان قوات الامن معززه باعضاء من الهايكا اقتحمت استديوهات التصوير لقناه الزيتونه وشرعت في اتلاف التجهيزات إشارة إلى أن قناة الزيتونة خاصة أسست عام 2012 بعد الثورة التي أطاحت بنظام زين الدين بن علي، ويعتبرها البعض قريبة من حزب النهضة، ومؤسسها أسامة بن سالم هو ابن القيادي في الحزب ووزير سابق المنصف بن سالم. استقبل ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجيه قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني حيث بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ العلاقات الأخوية. وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين من جهه اخرى اعلنت وزاره الخارجيه القطريه تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اوراق اعتماد بندر بن محمد العطيه سفير. فوق العاده مفوضا لقطر لدى السعوديه. توقعت طهران استئناف المفاوضات بشان الملف النووي في فيينا قريبا وتقدم على مسار المفاوضات مع السعوديه. توقع وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان تستانف فيينا قريبا المفاوضات بشان الاتفاق النووي. وأوضح خلال محادثات أجراها في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن لقاء فيينا يضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات بشأن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي وكشف عبد اللهيان أنه أبلغ ترويكا الأوروبية في نيويورك بعدم مشاركة طهران في اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة أربعة زائد واحد وقد استضافت فيينا منذ إبريل ست جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الاوروبي لانقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي في ظل انسحاب الولايات المتحدة منذ عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب الذي فرض عقوبات موجعه على الطرف الايراني ليرد الاخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019، من جهة اخرى اشار عبد اللهيان ان بلاده مستعده لاستئناف العلاقات مع السعودية وتنتظر موقف الرياض بعد عدة جولات ومباحثات بين البلدين كانت تتسم بالمرونة من الطرفين وتوقفها مؤقتا. مشاهدينا نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها أول فيلم يصور في الفضاء أهلا بكم من جديد أقلعت رحلة إلى الفضاء مع مخرج وممثلة روسيين لتصوير أول فيلم في مدار الأرض ارسلت روسيا الى الفضاء ممثله ومخرجا لتصوير اول فيلم روائي طويل في التاريخ في مدار الارض وتكون بذلك سجلت نقاطا رمزيه في المنافسه مع الولايات المتحده بعد سنوات من الانتكاسات في هذا القطاع وانطلق صاروخ سويوز الذي ينقل الممثلة يوليا بيريتشيلد والمخرج كليم تشيبينكو إضافة إلى رائد فضاء مخضرم من قاعدة روسية في كازاخستان وبحسب مخطط الرحلة من المتوقع أن تلتحم المركبة التي تقول الطاقم بمحطة الفضاء الدولية وسيكون أمام الفريق 12 يوما لإنجاز الفيلم الذي يحمل عنوانا مؤقتا هو التحدي وتدور قصته حول طب طبيبة جراحة مكلفة بإنقاذ رائد فضاء في جو من التوتر بين روسيا والولايات المتحدة ترتدي هذه المغامرة السينمائية شكل السباق الجديد بين البلدين بعد ستين عاما على إرسال موسكو أول رجل إلى الفضاء هو يوري غاغارين وسرع الفريق الروسي رحلته لاستباق مشروع فيلم أمريكي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يعرف حتى الساعة جدوله الرمزي من المقرر أن يعود الطاقم الى الارض في السابع عشر من اكتوبر الجاري وتقام هذه الرحله في اوج التهافت نحو الفضاء مع ازدياد كبير خلال الاشهر الاخيره في الرحلات الترفيهيه على غرار تلك المنظمه من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والامريكي جيف بيزوس. مشاهدينا الان الى الصفحه الاقتصاديه مع انتصار. اهلا بكم الى الاخبار الاقتصاديه نفت اداره محفظه ليبيا افريقيا للاستثمار الاخبار المتداوله حول اختفاء 26 مليون دولار من اموال المحفظه والتي اهابت بكل وسائل الاعلام تحري الدقه في نشر الاخبار والتواصل مع المحفظه لاستيفاء صحه الخبر قبل نشره. ارجعت اداره الشركه الليبيه للحديد والصلب ارتفاع اسعار حديد التسليح في السوق الموازي الى توقف العمل في الشركه لثلاثه اشهر بناء على تعليمات حكومه الوحده الوطنيه وقالت الشركه ان العمل في مصانعها المنتجه لحديد التسليح يسير بوتيره ممتازه مذكره بان عمليه الايقاف كانت فجائيه وغير مخططه لتلافي ارتفاع الاسعار شارك وزير الاقتصاد والتجاره محمد الحويج ووزير النفط والغاز محمد عون في النسخه الرابعه والعشرين من الملتقى الاقتصادي العربي الالماني والمنعقد في برلين من الرابع الى السادس من اكتوبر الجاري ويعد الملتقى من اكبر التجمعات واللقاء لرجال الاعمال والاقتصاديين العربي والالمان ومن اهدافه تهيئه وخلق اطار مناسب لاقامه وتفعيل شبكه التواصل والتعاون المشترك والحقيقي بين اقتصادات الطرفين تبع محافظ مصرف ليبيا المركزيه صديق الكبير مع المدراء العاملين للمصارف التجاريه الجمهوريه والتجار الوطني والوحده والصحاري وشمال افريقيا تنفيذ خطه المركزي لتوفير السيوله النقديه التي اطلقها مطلع العام الجاري وايضا خطه تطوير خدمات الدفع الالكتروني تواصل اسعار النفط الصعود مدفوعه باستمرار زياده الطلب على الخام تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية نهاية أخبار الاقتصاد عودة إلى النشرة مشاهدينا الآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع ستيسي مساء الخير ارتفاع طفيف في درجات الحراره على مناطق شمال غرب ليبيا بينما يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق في المنطقه الوسطى السماء صافيه الى قليله السحب تتكاثر تدريجيا بدايه من مساء اليوم والرياح جنوبيه شرقيه الى شرقيه معتدله السرعه تنشط في فتره المساء على بعض المناطق الساحليه في الشرق السماء قليله السحب والرياح شماليه غربيه الى شماليه شرقيه معتدله السرعه إلى الجنوب السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والآن جولة على بعض المدن الليبية والعاصمة طرابلس تسجل 37 درجة البيضاء 22 بنغازي تسجل 27 درجة سرت 28 مصراتة 31 تبرق 25 ونالوت تسجل 34 درجة مع غيوم متفارقة أما في غاد فالحرارة تسجل 34 درجة سبها 33 هون 32 تازر بو الكفرة و 31 الجخب 29 و غدامس تسجل 37 درجة لا تنسوا وضع الكمامات التي تعتبر ضرورية لحمايتكم من فيروس كورونا والآن نمحى سريعا عن درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والأوروبية هذا كان كل شيء إلى اللقاء مشاهدينا في ختام النشرة نذكركم بموقعنا الإلكتروني و الواي